لو بناني الفجل والرقي مصري شلون مثل كرش الوزير الخطة الزراعية اليوم على الفساد للثورية اليوم. هي ليست التظاهرات الأولى التي تشهدها المحافظات العراقية ضد الحكومات التي تعاقبت على السلطة، إلا أنها الأوسع منذ احتلال العراق عام 2003. الحشود المنتفضة من أجل إسقاط النظام تستمر بالتوافد نحو ساحات وشوارع التظاهر الرئيسة في بغداد والعديد من المحافظات، ويزداد معها الإصرار على الاستمرار بالتظاهر مهما كانت الظروف. بابا أنا راح أقول للحكومة شيء واحد، إحنا ولدنا عطالة بطالة، خوش حكي؟ لاكو شغل ولاكو عمل، فإحنا ما ننظر، راح يبقون هنا ويستمرون الحد ما يلبون الطلبات. لجوء القوات الحكومية إلى القتل المتعمد وسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى لم يثن عزيمة المتظاهرين، بل زادهم إصراراً. بس والله العظيم، والله العظيم، لا إيران لا أمريكا لا السعودية توقفنا، ومستمرين سنة سنتين شهر شهرين، احنا باقيين حتى لو سنتين أنا مش عارف. يعني إلى متى نبغى هيجي من دون العالم؟ يا بلد يطلع مظاهرة يقدرونه، يطلع أسبوع أسبوعين طلعوا. هاي مصر، قلنا هاي مصر. والله العظيم نبقى هنا، نبقى إيران، والله إيران إيش ما سويت نبقى إحنا، انزف شهداء نقطع وايل، باقين باقين ما طول على حق، العراق ما طول على حق، هاي الشباب هاي طلعت على حق، والله ما ترجع. بزعنا منكم طلعوا، طلعوا ذبحتونا للعمايم. المتظاهرون أكدوا رفضهم التدخلات الإيرانية في العراق، وطالبوا برحيل النظام وأحزابه الفاسدة التابعة لنظام طهران. ما نريد هاي الحكومة هاي الحرامية، دمرونا كتلوا شبابنا والله لحد الآن زين، وما نريد هاي الحكومة وما نريد أحزاب، وهاي الشباب حصل عليها 5000، هسه لا أشوف لك شاب 5000 ما عنده بجيبه، يعني حكومة باطلة، حكومة حرامية، وما نريد إيران إحنا، يعني إيران ما نريدها عمي، أحزاب ما نريدها. تأكيد المتظاهرين على وجوب رحيل النظام جاء بعد أن ذاق الشعب ويلات السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، والتي لم تخدم إلا أحزابها ومصالح قادتها. يا من تسمون أنفسكم ساسة وأنتم عن من السياسة براء، ارحلوا، إننا شعب ذاق على أيديكم الويلات، ذاق على أيديكم كل أنواع الظلم والجور، ارحلوا، لا بقاء لكم، نريد أن نحقق مطالبنا. رد فعل الحكومة على مطالب المنتفضين كان في اتجاهين: استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز القاتلة، وإصدارها قرارات إصلاحية يشكك بمصداقيتها الجميع في محاولة منها لكسب الوقت وإنهاء التظاهرات، إلا أنه رهان خاسر لا محالة، فكيف يمكن لهذه الثورة أن تنتهي مع إصرار المتظاهرين على المضي في مطالبهم رغم سياسة النار التي استخدمتها القوات الحكومية والميليشيات لترهيبهم؟